مساء الخير متابعينا، أسأل الله أوقاتكم بكل الخير. أحوال جوية غير مستقرة يتوقع أن تزداد حدتها خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله. في المملكة تتأثر بشكل أساسي المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية بها، بالإضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى منطقة الجوف وأيضا منطقة حفر الباطن على سبيل المثال، والأجزاء الشمالية من حائل، الأجزاء الشمالية أيضا من القصيم وأقصى شمال العاصمة الرياض. جميع هذه المناطق بشكل عام عرضة للتأثر بزخات رعدية من الأمطار، ويسمع أن تكون غزيرة في بعض الأوقات وخاصة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، الأمر الذي سيؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول، كما ترفق بعض من هذه الأمطار أيضا بزخات من البرد. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء والصغرى ليلة الثلاثاء الأربعاء، وقبل ذلك نستعرض الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض. درجة الحرارة 13 درجة مئوية مع أجواء طبعا غالبا غائمة بوجه عام. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الثلاثاء في مدن ومحافظات المملكة، سنبدأها شمالا من إسكاك 11-8، عرار 15-8، في تبوك من 21-9 درجات مئوية. أتربة مثارة متوقعة غدا في المدينة المنورة، درجة حرارة 27-13، في جدة 27-19 مع أجواء غائمة جزئيا، في مكة المكرمة 28-18 مع فرص لأمطار رعدية، كذلك الحال في الطائف من 22-14 درجة مئوية. مناطق جنوب غرب المملكة في الباحة 15-13 مع فرص لأمطار رعدية، أبها 20-12، وفي جازان من 30-27 درجة مئوية. في المناطق الشرقية في الإحساء 24-14، في الدمام 25-14، وفي حفر الباطن من 12-10 درجات مئوية مع فرص لبعض الأمطار. المناطق الوسطى من المملكة في الرياض 20-13 مع فرص لأمطار، في القصيم 19-10، وفي حائل من 13-8 درجات مئوية. تتحسن طبعا فرص أمطار الرياض تباعا كلما دخلنا في الأوقات الزمنية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم دائما متابعتنا عبر تطبيق تقس العرب أو زيارتنا عبر موقع تقس العرب arabia.com ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.